く。واخيرا بعد انتظار طويل صرت اخر واحد يتكلم عن مسلسل سكواد جيم او لعبة الحبار. وطبعا كان من الصعب ايجاد شخصيات مطابقة لاحداث المسلسل، لكن جمعت لكم مواقف حصلت في الانمي ذكرتني بلعبة الحبار. وفي كثير تحدثوا عن انمي كايجي ويقولون انه شبيه بمسلسل لعبة الحبار، لكن انا ما شفت الانمي للحين وما زال في قائمة المشاهدة لاحقا، فتطمنوا ما بذكر هذا الانمي. وطبعا خلصت المسلسل قبل شهرين، ومن وقتها ناوي اسوي لكم هذه الفكرة. فبدون ما نطول عليكم بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. أول أنمي معانا هو The Promised Neverland أو نيفرلاند الموعودة، حيث أن الأطفال في مزرعة غريسفيلد هم عبارة عن طعام للشياطين، وهم أطفال يمتازون بذكاء عالي عكس بقية الأطفال في المزارع الأخرى. لذلك عندما عرف إيما وري ونورمان بذلك كانوا يقومون بتدريب الأطفال على الركض من خلال لعبة الغميضة ويختبئون بسرعة، بينما الأخت كروني تطاردهم، وفي تشابه بينها وبين دمية لعبة الحبار. المهم خلال لعبهم للمطاردة كانت إيما تدربهم أيضا على الركض بسرعة حتى يتمكن الأطفال من الركض بعد أن يتجاوزوا سور المزرعة، لكن الخطورة تكمن في الأحداث التي بعدها. وتبدأ مطاردة الموت الحقيقية بينما الأطفال يحاولون بكل ما وسعهم أن يهربوا من الشياطين، وإذا نظر أحدهم للخلف سيموت بسبب خطورة الموقف. ولهذا السبب اخترت أنمي نيفرلاند كلعبة المطاردة في سكواد جيم، حتى أن الأطفال يمتلكون أرقام وينادون بالأرقام نفس ما يحصل في المسلسل. وأيضا في المسلسل قد يكون صاحب القناع اللي اسمه The Frontman هو أخو الشرطي وانغ جونغ هو، الذي تسلل للجزيرة ليبحث عن أخوه الذي اختفى في نفس الجزيرة. لسه مش متأكد أن صاحب القناع والشرطي هم إخوة، وإذا كان هذا صحيح ففي أنمي نيفرلاند أيضا يوجد أخوين، أحدهما يساهم في نشر السلام وإنقاذ الأطفال من مزارع الشياطين وهو جيمس راتوري، عكس أخوه بيتر راتوري الذي يدير مزارع الشياطين ليقدم الأطفال كوجبة لهم. يعني بالمختصر التشابه هنا أنه في أخوين بنفس المسلسل، أحدهما يسعى للخير ونشر السلام والآخر ينوي الشر. ثاني أنمي معانا هو كومي سان وا كوميوشو ديسو، ويعني كومي لا تجيد أو لا تستطيع التواصل. وبطلة هذا الأنمي هي كومي التي تعجز عن التواصل مع الآخرين، مش صماء، هذه من مستوى ثاني نفس أخت تانجيرو، وبنتكلم عنهم في فيديو ثاني إن شاء الله. المهم في الحلقة الثامنة كنت مستمتع بالأحداث، حيث أنه في نفس اليوم زارت كومي أقاربها، وعندما حل الليل ذهبت كومي في موعد مع تادانو، لكن صدمتهم ناجمي عندما جابت عيال الحارة كلهم وعددهم 1000 شخص، طبعا كلهم أصدقائها، علشان يشاركوا بالمهرجان. كومي وتادانو وناجمي كانوا يلعبون مختلف الألعاب التي تتواجد في طريقهم، وبالصدفة قاموا بلعب لعبة حلوى الحبار وتسمى بالياباني كاتاكوني وبالكوري دالجونا، ويتم صنعها لأشكال مختلفة، ثم ينحت المتسابقين الحلوى للحصول على الشكل المطلوب للفوز. طبعا أنا ما توقعت أبدا يلعبون في الأنمي هذه الحلوى إطلاقا، والسبب أعتقد لأن الحلوى تنتسب أو تشتهر في الثقافة الكورية، ولصعوبة إتقان صنعها سمعت والله أعلم أنه علشان تتقنها تحتاج تدرس 5 سنوات وربما تكون أحد التخصصات بالجامعة. المهم في هذه اللعبة لم يكن فيها الموت، فقط إذا فزت تحصل على هدية، وصاحب المحل ذكي يعرف كيف يخسرهم علشان يكسب أكثر. وعجزت ناجيمي على الفوز بينما كومي تمكنت بالفوز من أول مرة وهي متوترة، مو بكذا وبس، كمان ما شافت الحلوى لما كانت تنحتها. وطبعا كومي محظوظة حيث حصلت في اللعبة التالية على جهاز PS5، بس اليابانيين يغيرون الاسم علشان ما يسووا إعلان للشركة،
وبعدها أكملوا لعبهم. وبصراحة في البداية كنت ناوي أكنسل فكرة الأنمي، لكن لما شفت هذا الموقف قررت مباشرة أني أجهز لكم هذا الفيديو، فشكرا للاستوديو. ثالث أنمي معانا هو هانما باكي The Son of Ogre، ويعني ابن الغول باكي. طبعا تابعت هذه الأونة قبل شهرين، وصادف انه كان نفس الشهر اللي تابعت فيه مسلسل سكواد جيم. وفي احد الحلقات وبالتحديد في الحلقة السابعة وصل خبر لمستر سكند واللي اسمه جي جيفارو ان مستر اوليفا يعيش في السجن، لكن باسلوب مختلف عن باقي السجناء، كما انه يغادر متى يشاء ويعود متى يشاء، ولديه ايضا حبيبة في السجن ولا احد من السجناء يعرف ذلك، واذا عرفوا سيتم اعدامهم جميعا. المشكلة ليست هنا، لكن عندما عرف السيد جون بذلك قرر إعلان المعركة ضد أوليفا. طبعا جي جيفارو له مكانته في السجن، حيث كان يدير سابقا جزيرة كاملة وقوته بقوة 1000 رجل، بينما مستر أوليفا أيضا لديه قوة هائلة لدرجة أن حبيبته التي تزن 700 كيلو تقريبا حملها بالسرير علشان تحضر مباراته، وحتى أن أوليفا تمكن من نزع ملابسه وهي معلقة بالهواء. المهم أول شيء قام به جي جيفارو هو أنه طلب من مستر أوليفا أن يمسك بالطرف ربطة رأسه، وتسمى هذه اللعبة الخاسر يخسر، حيث أن الطرفين يقومون بسحب قطعة القماش وبكذا وبس، أيضا يتقاتلون ويدافعون عن شرفهم بعدم إفلات قطعة القماش، والشخص الذي يخسر يعني يخسر كرامته. ورغم بساطتها إلا أنها لعبة خطيرة. وبدأ جي جيفارو وأوليفا في القتال حتى يضعف أقوى مقاتل أمريكي. أكثر هجمات التي كان يركز عليها جي جيفارو ليس بنيته الجسدية بل دقنه، حتى يفقده تركيزه على المنديل. لكن مستر أوليفا عرف خطته وقرر أن ينزل جسده للأسفل، لدرجة أن جي جيفارو مسك قطعة القماش بيده الاثنين، وعندما لاحظ أوليفا ذلك قرر استخدام أضعف أصابعه وهي الخنصر مع الإبهام، وقال لجي جيفارو أن يستعيد كرامته. لكن جي قام باستخدام شعارات من لحيته ورماها بعين السيد أوليفا، وبينما كان أوليفا منشغل بعينه أفلت قطعة القماش وعاد ليمسكه، لكنه غير قبضته، وهذه كانت تعادل بالنسبة لجيفارو. وبعد قتال عنيف استخدم أوليفا أسلوب جيلبرتو، وهذه بطريقة أجنبية ويقاتل بدون أن يفلت قطعة القماش من يده، وطبعا جيلبرتو خسر وكان نهايته الإعدام بالرصاص. المهم تماشى جيفارو مع أسلوب جيلبرتو الذي استخدمه أوليفا، وكانوا يتقاتلون كذا حتى الموت. لكن باكي ما عجبها الوضع وراح نام في حضن حبيبته ماريا. طبعا ماريا قرأت أنها كانت من أجمل النساء قبل ما تصير جميلة، وما زالت جميلة بعين أوليفا. المهم انصدم أوليفا وأفلت قطعة القماش بسهولة، والأحداث التي بعدها كانت من أعظم القتالات في الأنمي وبين وحشين أسطوريين. رابع انمي معانا هو تاور اوف جود او برج الحاكم، حيث انه في المسلسل يمثل هذا الانمي تعرض الخيانة من اقرب الاشخاص، وفي هذا الانمي من يصل لقمة البرج هو الفائز، وسيحصل على كل ما يتمناه من سلطة وقوة. وذهب بام للبرج ليبحث عن صديقته راهيل، وعندما التقى بها بعد مجهود وبمساعدة اصدقائه قرر ان ياخذها لاعلى البرج لكي يسعدها، والولد على نياته لم يكن يتوقع ما سيحدث له. وبعدها قام الوحش بمهاجمته، ويورو كان يتصدى لهجوم الوحش أثناء صعودهم، لكن عندما ابتلعه الوحش قام بالتخلص منه بداخل جسده وفجره طبعا. وعندما اقتربوا لخط النهاية أخبر يورو راهيل أنه أوفى بوعده لها، وأنهم وصلوا نهاية البرج وسينظرون للنجوم معا على قمة البرج. وكان رد راهيل هو أنه دفعته مباشرة من أعلى البرج وبنية القتل لكي تحصل هي على كل شيء في قمة البرج. ومن البداية كانت هي ترغب في البرج بشدة، وكانت تظن أن البرج يناديها، لكن ظهر مخلوق غريب وأخبرها أن البرج لم يكن يناديها أبدا. وكانت راهيل تحاول وتتوسل لحارس البرج لكي يدخلها،
لأن البرج هو كل ما كانت تحلم فيه. وبدلا من ذلك قرر الحاكم أن ينقذ يورو من الموت. وانصدمت راهيل حيث أن الجشع والضعف والأنانية قادها ليس لكي ترى النجوم، بل لكي تصبح هي نجمة وتتميز عن الجميع. وطبعا يورو وقتها مات، لكن حاكم البرج أعاده للحياة لكي يصبح أقوى. وقرر يورو أن يتوصل لسبب دفع راهيل له من قمة البرج. وطبعا هذا الموقف يذكرني بشخصين من مسلسل سكواد جيم الذي هم شو سانغ وو وعلي، حيث استخدموا الخيانة من دون ملاحظة الطرف الآخر. وأخيرا خامس أنمي معانا هو أنمي هانتر إكس هانتر. وفي هذا الأنمي سنتحدث عن أقدم المواقف المشهورة لأنمي هانتر، والتي هي قتال كيلوا ضد الجزار أو السفاح، حيث أن كيلوا عائلته مختصة بالاغتيالات، وكيلوا كان يتدرب منذ صغره وسيتنافس مع أسوأ سفاح في مدينة زابان، والمحكوم عليه بالسجن ل 968 سنة، يعني نقدر نقول حوالي 1000 سنة. وطبعا يورو كان قلقا وأخبر كيلوا أن ينسحب ويدخل المنافسة مجددا في السنة القادمة. والذي يميز ساحة القتال هو أنها تقع بين وسط جسرين، وعندما يدخل المتنافسين ينسحب الجسر، وبهذا تعني أنها ستكون معركة حتى يموت أحدهم. وبينما كان السفاح يهدد كيلوا بقطع جسمه لأجزاء، استخدم كيلوا سرعة البرق وبنفس الوقت فصل قلبه عن جسده. والسفاح كان منصدم وبنفس الوقت مش قادر يجمع الأفكار من شدة الصدمة. وبعد أن مات أعاد له كيلوا قلبه وبهذا فاز. واليوريو كان منصدم، وبهذا حصلوا على نقاط إضافية ليتأهلوا للمرحلة التالية. وهذا كل ما كان لدي لفيدي اليوم. وش رأيكم باختياراتي؟ اذكروا لي بالتعليقات. وأيضا ما هي الأنميات التي لاحظتوها أنها تشبه أحداث المسلسل؟ طبعا أحد الأنميات التي أردت ذكرها كان أنمي أوساما جيم، لكن عندما لاحظت أن البطل يحاول إنقاذ الجميع من لعبة الملك هنا تراجعت عن قراري، لكنه يعتبر أيضا الأقرب لأحداث المسلسل من ناحية نجاة شخص واحد باللعبة. وبس نلتقي مجددا بإذن الله في الفيديوهات القادمة. كان معكم روكورو، والسلام عليكم.